لان هذا موضوع شائك. دابا الموضوع كما نقولوا الساعه، موضوع ديال الساعه. دابا حنا مقبلين على تنظيم كاس العالم، واش في نظرك محشوماش بهذا ما عرفتش كيفاش غادي نسميها. انتما كتشوفوا دابا واش كاين شي واحد عنده شي هدف فن معين تبقى الاسوار بحال هكا، التاريخيه تبقى بحال هكا؟ واش انا بعدا كنوجه سؤال السيد الرئيس الجماعة، بما أنه رئيس الجماعة وبرلماني، شنو الإجراءات اللي درتي تجاه هاد الأسوار هادو التاريخية اللي هما زعما الواجهة ديالنا، هما الصورة ديال الأمغاريين؟ شنو اللي درتي؟ واش وضعتي شي سؤال؟ واش خديتي المبادرة؟ يا ريت كون رجعنا غير اللور. حنا في واحد الوقت كنا كنشوفوا أن كانت الجماعة كتاخذ واحد البادرة كت دوك ديال هاد ديال الانعاش الوطني كتزيدهم يرموا هاد الاسوار. حنا اليوم ما بقيناش شفنا هاد الناس، ما بقيناش شفنا الاصلاحات، غادي غير ديكو رجعنا غير اللور. حنا درنا مع هاد الناس نيه زعما قلنا سير ساعه ما كنشوفو غير الخراب. يمكن الا جا شي واحد دابا حاليا كيشوف هاد الشيء كيقول لك واش ضاربكم شي زلزال، واش كانت شي حرب، واش شنو هاد الحاله؟ بالنسبه لهاد الاسوار التاريخيه، حنا ملي عقلنا انا في لاج دابا ديال 64 سنه في هذه الارض السعيده، واليوم تنشوفوا بان هو عدم الالتفاته للاسوار التاريخيه ولا الابراج ديالها اللي اليوم تشكلوا خطوره على الساكنه وعلى المواطنين. وحنا لنا موسم تاريخي يجيب الناس من جميع مناطق المغربيه باش يجي لهذا المولاي عبد الله امغار. تقريبا اكثر من 20,000 ل 30,000 ديال الناس كتجي لهذه الارض وكتزيد الضحك ديالنا. واش هاد الناس المسؤولين واش هما في غيبوبه؟ واش هما ما كاينينش؟ واش ما التفتوش لهاد الشيء؟ ما شافوش هاد الشيء هذا اللي واقع في البلاد؟ ما عمر شي واحد ما ناض وصلح شي حاجه هنا في هاد الارض. الساكنه تتعيط، المجتمع المدني تتعيط، كتجي صحف كتكتب، كيدعو هاد الناس، ولكن عدم الالتفات لهاد الشيء هذا. راه عيب وعار، وراه هادي امانه على اعنقكم، راه غدا امام الله غتأديوها. بانكم انتم كتنهبوا الاجيال الصاعده ديالنا، اما حنا كبرنا شوفوا واش غديروا مع الدري الصغار، ما بينتوا لهم والو، ما وجدتوا لهم والو. هذا راه غيابكم كامل، واش ما كيدوزوش هما مع هذا الطريق ما كيشوفوش هذا الشيء؟ راه الابراج راه على باب الجماعه قدامهم، وكاين برج راه قدام البريكاد ديال الدرك الملكي حدا المركز، واش هذا الشيء ما كيشوفوش؟ عاد الشيء اللي باقي مغطي راه بزاف اللور. كان بالنسبه للاسوار التاريخيه لمولاي عبد الله امغار، هي أسوار تحيل على رباط التيت ورباط الأمغاريين ودفينه العلامة مولاي عبد الله أمغار. في البداية كان حصنا للتصوف ولتدريس العلوم وما إلى ذلك، ثم تحول فيما بعد إلى رباط جهادي ضد الوجود الخارجي. حينما نتحدث عن أسوار مولاي عبد الله أمغار، اليوم تعيش وضعية كارثية من حيث انديطار المعالم ديالها، وهي سائرة إلى الزوال. تحتاج اليوم إلى مصالحة مع التاريخ من خلال ترميم هذه الأسوار التي تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي، بمعنى اليوم احنا تقريبا واحد العشرة ديال القرون شاهدة على تاريخ ديال العشرة ديال القرون سائرة إلى الزوال. هي قبل الأسوار التي أسوار مراكش التي شيدها علي بن يوسف بن تشفين، ومن هنا حينما نقول قبل أسوار مراكش هنا تظهر الدلالة التاريخية والقيمة التاريخية لأسوار مولاي عبد الأمغار التي تحتاج إلى عملية ترميم. وقد سبق لوزير الثقافة الأسبق محمد الأعرج أن أشار في لقاء بعمالة جديدة إلى تخصيص تقريبا 4 مليون درهم لمباشرة ترميم هذه الأسوار، إن كان هذا الغلاف المالي لا يسد المبلغ الإجمالي لعملية الترميم اللي ربما هو مبلغ باهظ بالنظر إلى نوعية المواد التي كان شيدت بهذه الأسوار. وحين الترميم يجب الحفاظ على نوعية هذه المواد حتى لا تفقد هذه الأسوار قيمتها التاريخية والرمزية اللي كانت لها واللي خاصها تبقى بمرور تاريخ.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.